بسم الله الرحمن الرحيم نعم يقول المؤلف رحمه الله إذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته عرفت كل إنسان يعرف أن الله خلقه لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاعلم وتيقن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد لا تسمى العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والتوحيد هو الإخلاص هو إخلاص الدين لله والإخلاص معناه أن تتبرأ من عبادة كل معبود سواه وهو الكفر بالطاغوت الإخلاص هو الكفر بالطاغوت العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص يعني إلا مع الكفر بالطاغوت والطاغوت كل معبود سوى الله ومعنى الكفر بالطاغوت يعني البراءة البراءة من كل عبادة معبود سوى الله البراءة منها ونفيها وإنكارها وبغضها ومعاداتها ومعاداتها لها هذا الكفر بالطاغوت الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت والكفر به معناه إنكاره ونفيه والبراءة منه وبغضه ومعاداته ومعاداة أهله فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد لأن الإنسان إذا صلى هل يكون موحد؟ ما يكون موحد إلا إذا أخلص العبادة يصلي ولا يصلي لله بمعنى ينكر وينفي ويتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله لا بد من هذا أما إذا كان الإنسان يصلي فقط قد يصلي لله ويصلي لغيره مرة يصلي لله ويصلي كما يفعل المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره المشركون يحجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يحجون ويصلون ويصومون لكن يشركون يعبدون الله ويعبدون غيره ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدين قطع لأطماعهم لأطماع المشركين لا يمكن أن أوافقكم وأنتم لا يمكن أن توافقوني ما دمتم على شرككم إذن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد التوحيد هو الإخلاص لله والبراءة من كل معبود سوى الله كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة لو صلى الإنسان وهو لم يتطهر لا تسمى صلاة ما تسمى صلاة فكما أن الصلاة إذا دخل الحدث الطهارة إذا دخل الحدث بطلت فكذلك التوحيد العبادة إذا دخل الشرك بطلت الطهارة إذا دخلها الحدث كان الإنسان متطهر ومتوضئ ثم أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح أين الطهارة؟ بطلت وزالت ولا تصح الصلاة كذلك التوحيد إنسان موحد الله يعبد الله يصلي ويصوم لكن أشرك قال يا رسول الله اشفع لي أو قال يا مدد يا بدوي مدد يا عبد القادر أو ذبح للبدوي أو للرسول أو للقمر أو للنجم أو طاف بغير بيت الله تقرب إليه أو صلى أو ركع لغير الله وش يكون بطل توحيد دخل الشرك وبطل التوحيد صار وثني انتقل من كونه موحد إلى كونه وثني لأن الشرك دخل في العبادة فأبطلها فكذلك الإنسان إذا تطهر وصلى صلى صحيحة لكن إذا أحدث بعدما تطهر أحدث وبال أو تغوط أو خرج منه ريح بطلت الطهارة ولا تصح الصلاة معه فكذلك العبادة إذا عبد الإنسان ربه ثم أشرك بطلت العبادة وفسدت وصار من أهل الشرك والأوثان نسأل الله السلامة والعافية كما قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ليسوا المشركين ليسوا من عمال المساجد ولو عمروها حسيا ولو بنوها مراد العمارة المعنوية عمارة بالعبادة والتوحيد والطاعة ليسوا من المشركين ليسوا من عمار المساجد ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون نعم